يمكن يعني عيد العمال مرتبطة مع الوزير في أذهان كتير جدا، قطاع عريض جدا من العمال، بعبارة المنحة يا ريس. هل هيكون في منحة السنة دي؟ كل سنه وانت طيب. طبعا يعني السيد وزير الماليه طبعا بيعد الدراسه لده، وهنشوف نتائج هذه الدراسه، وبعد كده يبقى ان شاء الله تعلم من خلال مجلس الوزراء باذن الله. بس السيد وزير المالية ايده يعني ماسكة شوية. لا والله انتوا عارفين يعني حجم العجز اللي موجود في الموازنه، ف يعني احنا كل المحاولات اللي نقدر نساعد بيها مع عمال مصر، زي ما قلت لحضرتك في البدايه، عمال مصر احنا يعني مهما عملنا لهم ما نقدرش نوفيهم حقهم، لان هم يمكن حضرتك شفتهم في ال3 ايام الانتخابات الرئاسيه كانوا يعني بيرسموا صوره لعمال مصر مشرفه. شفنا عمال المحله، وشفنا عمال العاصمه الاداريه الجديده، شفنا عمال البترول، شفنا كل العمال النهارده في الانتخابات بيرسموا فعلا صوره لعمال مصر جيده. وزي ما قلت لحضرتك من شويه، فعلا عمال مصر كل لما بنراهن عليهم دايما بيرفعوا رايتنا. بشكرك شكرا جزيلا مع الوزير، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل عمال مصر بألف خير. السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، شكرا جزيلا.